كان جايب شوكولاتة لابنه، خصوصا انه بيحب النوع ده بالتحديد. ولما فتحها في البيت اكتشف فيها حاجة غريبة، دودة على شكل شبكة عنكبوت. فيديو صادم. وقعة مثيرة حصلت لشخص في الساعات اللي فاتت بعد ما قرر يشتري شوكولاتة لابنه الصغير، لكن فرحته بيها ما كملتش. وبحسب الفيديو اللي نشره الشخص ده على حسابه، هو انه لما فتح الشوكولاتة في البيت لقى فيها دودة بتمشي جواها. والمثير ان الشوكولاتة دي تبع لأشهر الشركات اللي بتتعامل بالتحديد مع الصغار. الواقعة ما مرتش مرور الكرام، لكن المفاجأة ان بعد الواقعة دي وانتشار الفيديو على نطاق واسع، عدد كبير من الخبراء حذروا من الشوكولاتة دي، وقالوا انها غير صالحة للاستهلاك الادمي، خصوصا ان صاحب الواقعة ما اكتفاش بانه يعمل فيديو يوصف فيه اللي شافه او يتكلم عن اللي حصل في الشوكولاتة، لكن قدمها للمختبر لاصدار تقرير رسمي بشأن وجود حشرات بداخلها. بحسب التقارير الصحفية والصحف الاجنبية اللي اتكلمت عن الواقعة، قالت ان التحاليل اللي اتعملت للشوكولاتة اظهرت فعلا وجود دودة فيها وانها غير امنة للاستهلاك. مش بس كده، لكن كمان واحد من الخبراء واسمه روبن اتكلم عن تفاصيل التقارير اللي كشفت حقيقة الشوكولاتة، وقال روبن في مقطع فيديو متداول لي: اليكم تقرير الشوكولاتتين اللتين اشتريتهما من متجر شهير. حان الوقت لمحاسبة شركات السلع الاستهلاكية السريعة ولمعاقبتها على توريد طعام غير امن يتناوله اطفالنا بشكل متكرر. وكمان قال روبن عن الواقعة: يجب أن تتحملوا المسؤولية كاملة عن هذا الإهمال الفادح الذي يشكل خطراً على الصحة العامة. أحث الناس على الحذر عند تناول هذه الشوكولاتة، خاصة عندما نعطيها لأطفالنا الأبرياء. لكن المفاجأة في الوقت ده كانت في رد الشركة على الاتهامات اللي توجهت للشوكولاتة، وهل فعلاً هي غير صالحة للاستهلاك الآدمي ولا لا؟ الشركة نشرت سلسلة من التغريدات واللي تضمنت: مرحباً، شركتنا تتبع المنتجات المقبولة عالميا في مجال السلامة الغذائية، والذي يعتبر أكثر نظام شامل للسلامة الغذائية في العالم، لضمان أن منتجاتنا خالية من أي مشاكل في المادة الفيزيائية والكيميائية والميكروبيولوجية. تتطلب الشوكولاتة مثل أي منتج غذائي رعاية واهتمام، وخاصة في سلسلة التوزيع وبيئة البيع والتجزئة والتخزين. لقد اختبرنا عينات من نفس الدفعة وكذلك دفعات أخرى تم تصنيعها في نفس الوقت، ولم نجد أي مشاكل. مش بس كده، لكن كمان الشركة اتكلمت عن المنتج بتاعها واكدت على ثقتها في اللي بتقدمه للناس، وقالت في منشورها: نحن واثقون من ان المنتج لم يتأثر خلال عملية التصنيع، لكن بحسب صاحب الواقعة الاصلي واللي لقى الدودة في الشوكولاتة، قال انه اول ما شاف الدودة كلم المحل اللي جاب منه الشوكولاتة، لكن المفاجأة ان الشوكولاتة كانت سارية الصلاحية وما فيهاش اي مشكلة، وده اللي خلاه يبدأ يبحث وراء الشركة، وكمان ينشر الواقعة على منصات التواصل علشان يحذر الناس من انها ممكن تقع في الفخ ده. لكن يا ترى، هل فعلا الخطأ من الشركة ولا سوء التخزين هو اللي تسبب في تلف الشوكولاتة؟